بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، حتى لا تفوتكم الأخبار فور حدوثها رجاء دعم القناة بالاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس. زي ما حضراتكم كده شايفين ومتابعين معانا آخر التطورات، الذهب بيبدأ تداولاته الأسبوعية على انخفاض واضح جدا، انخفض بالقرب من مستويات 1900 تقريبا، كان عند 1899 ونزل لمستويات 1860 او 1863 حاليا، يعني فقد اكتر من 25 دولار مع بداية التداولات الاسبوعية. ايه اللي بيحصل؟ وسط توقعات ان احنا سمعنا جولدمان ساكس طلع واتكلم لنا البنك وقال انه بيتوقع بنهاية العام الجاري ان الذهب يسجل ارتفاع كبير، وكان حاطط السبب اللي على اساسه قالك هيرتفع الذهب، الا وهو حالة الركود اللي هتضرب العالم، فالمستثمر مش هيلاقي الا الذهب قدامه اللي يلجأ اليه. لكن احنا دلوقتي بنلاقي في انخفاض واضح جدا، وبدأ الذهب ينزل اسفل 1870 اللي كنا بنتكلم عليها، لكن هننتظر للاغلاق اليوم الكامل، لان ديت مش اشارة، الاشارة بتاعتي لما يغلق اغلاق يومي كامل اسفل منها، لانه ممكن ينزل دلوقتي زي ما حضراتكم شايفينه عند 1863 وبعدها بساعة ولا ساعتين تلاقيه طلع مرة تانية فوق 1870، وبالتالي احنا هننتظر اشارة الاغلاق اللي بناء عليه الذهب هيبدأ يديني اشارة ويقول لي انا ضعفت ولا لا. طيب ايه سبب النزول ده؟ الخلاص اجتماع الفيدرالي الامريكي بيفصلنا عنه يوم واحد فقط، وهندخل فيه اللي هو يوم 4 مايو، وقرار رفع الفايدة اللي كل منتظره ومرعوب منه، وبالتالي الجميع بدأ يجهز رحاله انه يبتعد عن الذهب في الفترة الحالية لانه متخوف بمجرد ان يتم اتخاذ القرار يهبط الذهب وبقوة للأسفل، وخصوصا ان بوادر الانخفاض بدأت تظهر على الذهب في الفترة الحالية، وبدأت التحركات تزيد والاقبال يزيد على السندات الامريكية، بالاضافة لارتفاع عائد السندات مرة تانية واقترابه مرة تانية من 3% بعد لما هبط اسفل منها خلال الاسبوع اللي فات، وبالتالي زاد الاقبال على الدولار الامريكي، زاد الاقبال على السندات الامريكية من جديد. بدأنا وبشكل واضح جدا نشوف الذهب بينخفض مع بداية الاسبوع في حدود 25 دولار، علشان كده بنقول الكل يستعد للقادم. والله من الناحية الفنية الذهب اغلق اسفل 1870، يبقى ده اشارة واضحة جدا ان الذهب ضعف وبدأ يستسلم رويدا رويدا لقوة الدولار، لكن لو رجع قبل الاغلاق اليوم اللي فوق المنطقة ديت يبقى بيحاول مرة تانية انه يتماسك علشان يعمل محاولة صعود للاعلى. لكن في حد ذاته دلوقتي الضغوطات بتزيد على الذهب، السبب الاساسي والرئيسي هو ان الفيدرالي الامريكي خلال اليوم واحد او يوم 4 مايو زي ما احنا بنقول هياخد قرار رفع الفايدة اللي من شأنه انه يزود الاقبال على السندات الامريكية والفايدة الامريكية والدولار الامريكي ويدفعه للانطلاقة وبقوة للاعلى، وفي نفس الوقت هيقلل الاقبال على الذهب في الفترة الحالية. لكن زي ما احنا قلنا بطبيعة الحال حبينا نذكر لكم ان جولدمان ساكس بيتوقع ان الذهب ينطلق ويوصل لمستويات 2000 او 2500 خلال نهاية العام الجاري، والسبب الاساسي اللي كان بيتكلم عليه كان بيقول لك ان في حالة ركود بنسبة 35-45% هتضرب الولايات المتحدة الامريكية، وبالتالي لما يحصل ركود في الاقتصادي اللي بيحصل هتبدأ تلاقي ان الدولار بيهبط للاسفل، هو متوقع كده ويزيد الاقبال على الذهب ويرتفع لهذه المستويات. عموما ده هنشوفه مستقبلا خلال الشهور القادمة هيحصل ولا لا، لكن احنا دلوقتي بنتكلم على الفايدة وارتفاعها وتأثيرها واضح جدا في الفترة الحالية على الذهب، وبدأ في الهبوط بشكل واضح. هننتظر قرارات الفايدة يوم 4 مايو.